فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الآن الإنسان في خلف الإمام في القنوت، انتبهوا كلكم، يقول في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، تقول ماذا؟ آمين. وعافنا في من عافيت، تقول آمين. طيب إذا قال: فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ماذا تقول؟ نعم، ايش تقول؟ تسكت. طيب وغيره؟ ها احمد، يعني تسكت. الاشبه ان السنه السكوت، انك تسكت، لكن اذا قلت سبحان الله هذا جائز، لكن لا يجوز أن تقول آمين. لماذا؟ لأن معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب، كأنك تدعو لله بأن لا يذل من والى ولا يعز من عاد، يعني هذا وصفه، هذا وصفه. كأن تقول الإنسان يدعو يقول مثلا: اللهم أنت مجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه وردت في الحديث النبوي في الصحيح، أن تقول الآن آمين؟ لا، ما تقول آمين، تسكت، هذا الأفضل. وإن قلت سبحان الله جائز، لكن ما تقول آمين، يعني معناها اللهم استجب أن تكون كذلك. فهي كهذا الحديث، كهذا الحديث: لا تقولوا السلام على الله، يعني لا تدعوا لله بالسلامة.